واحد بيقول نقول في الصلاة سيئاتنا التي بإرادتنا والتي بغير إرادتنا والتي بمعرفة والتي بغير معرفة، فإيه دي ودي؟ وهل نحاسب عليها أم لا؟ الخطية هي الخطية سواء كانت بالمعرفة أو غير معرفة، لأن الخطية هي كسر لقوانين ووصايا ربنا سواء عرفت أو ما عرفتش أو بإرادتك أو من غير إرادتك. بنسميها خطية جهل، وفي العهد القديم كانت خطية الجهل أيضا تقدم عليها ذبيحة لمغفرته.